أما هلأ نور لفقرتنا الثانية، وكثير من الدراسات بتقول إنه الطفل بيستمد ذكائه من أمه، لكن اليوم رح ننصف الآباء كمان ونوضح حقيقة هذا الموضوع إنه هو نتاج تشاركية الطرفين، لأنه الاهتمام بشكل عام بتنمية ذكاء الطفل وتعزيز مهاراته الذهنية والفكرية أمر أساسي ومهم لحياته المستقبلية، مثل الاهتمام بصحته النفسية والبدنية. فكتير مهم نحن ما نهمل هذا الموضوع، نعرف شو طبيعة الذكاء الموجود عند هذا الطفل بأنه نطوره وننميه بإتاحة كل الفرص العلمية والثقافية. والأهم يا نور أنه باختصار ما في اليوم طفل غبي، في شيء اسمه تربية صحيحة وبيئة داعمة. تربية صحيحة وتشاركية، يعني دائما بنقول الأم هي المسؤولة، لا للأسف يعني هي البيئة بتشارك، المدرسة، الأهل، الأب والأم. التشاركية هي كتير مهمة باستثمار ذكاء الطفل. بس كيف فينا اليوم نستثمر ذكاء الطفل ضمن المنزل؟ من خلال تقوية الذاكرة، من بعض النشاطات والطرق، من خلال اللعب، لأنه بنعرف أنه اللعب أثبتت كل الدراسات بيأثر بطريقة كتير إيجابية على تفكير وذكاء الطفل. كل هاي المواضيع رح نحكي عنها مع الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك رندا. بداية يعني بصراحة كثير من الأطفال ما بتسمح لهم نتيجة الظروف المادية الصعبة أنه يسجلوا بالنوادي الصيفية، فبتلاقيهم يلجؤوا لأنه ينموا مواهبهم أو مهاراتهم ضمن المنزل. خلينا نوضح شو الإمكانيات الموجودة اليوم ضمن البيت اللي بتدعم ذكاء الطفل. كثير نحن بنسمع انه في امهات او اهالي عندهم صعوبه انهم يودوا ابنهم على نادي صيفي او يعبوا لهم وقته باشياء مفيده خارج المنزل. فبيكون المحور الاساسي هو انه انا شو الامكانيات الموجوده عندي ضمن المنزل لحتى اقدر ادعم فيها ابني لما بده يكون بالشتاء. نحن بيكون هدفنا بالصيف انه نحن نرمم شو في عندنا نقاط ضعف عند اطفالنا لحتى بالشتاء يكون عام دراسي مريح ما في ضغط لا للطفل ولا للاهل. لهيك نحن اليوم عم نتوجه انه نحن كيف نعلم الطفل كيف يعبي وقت فراغه باشياء مفيده. دائما نحن بنسمع شكاوي من الامهات انه صار في هدوء بالبيت، فمعناتها الله يستر وين شو عم يعملوا شو عم دائما من الصمت مش من الحركه تماما انه ممكن يكون عم بيعمل شيء يؤذي فيه. هون نحن بيكون المؤشر الاساسي درجه ذكاء الطفل بالاشياء البسيطه اللي نحن بنتعايشها مع الامهات والاطفال، انه انا بسالها كيف بيشغل وقت فراغه، هل بيشغله باشياء ايجابيه، هل هو لما بيعمل شيء بهذا السكون اللي بيصير ضرر معين او خطر معين، هل هو بيكرره ولا خلص بيتعلم منه وبيصير بيتجنبه؟ هي كلها بتعطيني مؤشرات بسيطه حياتيه لحتى الام تقدر تقيم طفلها ان هذا الطفل عنده ذكاء معين باتجاه معين او لا عنده ضعف نحن لازم ننميه. أنا كيف بقدر استغل هذا الوقت؟ كيف بقدر أنا نمي هاي الذكاءات؟ مثل ما ذكرتي إنه في قاعدة بتقول إنه أنا ما عندي طفل غبي، ولكن صحيح. أنا عندي أشخاص وأطفال تختلف درجات ذكائهم المتنوعة. أنا وين بدي ركز على نقاط القوة عنده لحتى فيها أقوي نقاط الضعف. كتير مهم إذا كان طفل بعمر مثلا بالمرحلة الابتدائية، أعمل أنا وياه مثل إنه حأسألك سؤال، شو ممكن تعطيني 10 استخدامات لقلم الرصاص مثلا غير اني اكتب فيه؟ هون انا بنشط مهارات التفكير، بنشط مثل ما بنقول التفكير خارج الصندوق، ممكن يعطيني افكار ممكن تكون ما لها جدوى. نحن بنعرف اي جدوى خارج الصندوق، اي فكره خارج الصندوق ما لها جدوى، فهي لا تندرج تحت الابداع. صحيح. لازم تكون فعاله ومفيده. لهيك انا بقدر قيم الطفل او اقدر انا كأم بامكانياتي البسيطه قيم طفلي وين انا مثلا حسيته عشوائي بافكاره، حسيته ما عم بيعرف يوصل لي الفكره، حسيته ما عنده هالمهارات الخيال الجيده. هون انا بقدر انحط على محك معين اقدر اشتغل عليه مع طفلي. بس نحن يمكن عم نحكي هلا عموميات نوعا ما، خلينا نبلش بالسنوات، يعني نصنف الاطفال نوعا
مكان ما وشو المهارات اللي فيها فعليا نستثمر اليوم تفكيرهم وذكائهم. اذا بنحكي عن السنوات الاولى الاربعه يمكن، ونحن بنعرف اول 6 سنوات 7 سنوات هي يعني فيكي تستثمري فيها قد ما فيكي، والطفل قابل لانه يقوم بعدد كبير من النشاطات. فخلينا نحكي شوي شوي خطوه خطوه مع الطفل بسنواته الاولى. لما نحكي الطفل يبلغ من العمر 3-4 سنوات، شو النشاطات اللي فيني انا فعليا استثمر فيها مهارات تفكيره او ذكاء؟ ونحن بنعرف انه في فروق فرديه، يعني في طفل بيكون عنده ذاكره بصريه، في طفل بيكون عنده ذاكره سمعيه، في حدا عنده ذاكره حسيه. كتير مهم، نحن انا بقول لهم تحت ال5 سنين كتير مهم اعطيه اشياء من المطبخ، مصفايه، معلقه، صحن. بتشوفي في بنات بيتوجهوا لانها بتصير تتخيل انها هي عم تطبخ او عم تقلد والدتها. الصبيان ممكن يصيروا يدقوا عليها. هي ممكن انا مثلا بعيدان بالمصفايه مثلا حطهم، فانا هون اشتغلت انتباه وتركيز، عملت تآزر معين، صنف، اعطيه مثلا معالق ملونين يحط لي يعطيني بس اللون الاحمر منها مثلا. هي الانشطه على بساطتها، على هي من الاشياء البيت والمنزل، هي قادرة لأنه أنا أعطي هاي مساحة للطفل لأنه أنا نمي التفكير عنده. وكنت اشتغلت على عدة ذكاء، كانوا ملونين فأنا اشتغلت بصري، إن كان صار يعمل إيقاع معين فأنا اشتغلت سمعي، إذا قدر يعمل إيقاع معين ويقوم يغني ويرقص عليه فأنا اشتغلت مهارات تانية. كتير مهم يكونوا هدول بالعمر الأصغر تحت بالسنتين هذا عمر الاكتشاف، أعطيه مساحة هو يفوت يكتشف بقلب مثلا هاي العلبة شو في أشياء. كتير مهم أعطيه مساحة بالبيت بزاوية آمنة، نعمل له مساحة آمنة يقدر يلون فيها، يتحرك فيها، يمشي فيها، لو وقع ما خاف عليه، اعطيه هاي ردود الفعل اللي الام دائما تعطيها للطفل، فهو بصير بيربطها انه خلص بصير بيخاف اي حركه، بصير بيخاف يتحرك. صحيح. فهذا انا كثير مفيد انه انا يكون موجود بالبيت ضمن الامكانيات الموجوده. تمام. بس يمكن هذا الاكتشاف والمعرفه ممكن يسبب له مشاكل، لانه اليوم مثل ما ذكرتي نحن عندنا درجات للذكاء، ان كان ضعيف، متوسط، ويمكن الاخطر انه يكون الطفل كثير ذكي، الذكاء العالي يلي بيقولوا عنه هو شيء غير طبيعي. خلينا نوضح هون، هذا الطفل يلي على طول بيسال، بده يستكشف، بده اهله على طول يجاوبوا على كل الاسئله، هون فعلا قديش ممكن يسبب له مشاكل؟ قديش بده مسؤوليه، بده رعايه، بده اهتمام نحن ننتبه له كرمال ما يأذي حاله؟ هلا بالاسئله نحن بدنا طولة بال. هو بيتم يقول لك ايش كيف شلون، وفي قاعده اساسيه بتقول لك انه انا اعطيه جواب صحيح بسيط مناسب لعمره، وما اقول له ما بعرف. هلا ممكن اقول له ما بعرف حسب حشوف انا وياك وندور مع بعض، وعلمه كيف يدور، ويعلمه لاي الاشخاص اللي يلجأ له، ولكن ما قال له روح مثلا انه بعدين بنحكي او لا انا شو بيعرفني، او يعني ما اعطي فيه طريقه كيف اقول له انا ما بعرف فيها. ممكن يروح يدور على اجابه وتكون خاطئه تماما عند اشخاص غلط تماما، خصوصي لما ببلش بعمر يكون اوعى فيه. انا طريقه السؤال، كل الاطفال بتسال بمرحله معينه، ولكن هو شرط من النمو اللغوي، ولكن شو الأسئلة اللي بيسألها؟ هل الأسئلة بس مجرد للفت الانتباه فأنا هم ممكن أقيس درجة ذكاء معينة؟ هل هو لا بيسأل أسئلة فعلا أنا بتخليني إنه فعلا كيف خطر له يسألني هالسؤال؟ يخليني أنا حاول دور معه على الإجابة، كمان بيعطيني مؤشر لذكاء معين. دائما طريقة السؤال هي اللي بتعطي المؤشر الذكاء. هلا هون بالأسئلة لما بدنا نجي على الحركة، على طريقة حركته، طريقة عشوائيته بالحركة، ممكن العشوائية والانتباه ما يكون له علاقة بالذكاء. ممكن يكون كتير ذكي مثل ما ذكرتي، ولكن انتباهه ضعيف. ممكن يكون لا ذكاؤه بالحد العادي، ولكن كمان ما عنده انتباه. فأنا هون بشتغل على الانتباه، بشتغل على شوفه هو عم ينتبه للأشياء اللي عم بيغلط فيها وما يكررها، ولا لا بيرجع بعيد، عم بيحط حاله بخطر معين بشكل متكرر، ما بيحمي حاله ولا لا. فهون أنا كمان بقيس الاندفاعية، بقيس محاكمته للأمور.
هون بقى أنا بعرف هل أنا أتوجه لمختص ولا لا، هي موضوع عرضي عادي أنا بحاول حطه بمكان آمن، بحاول نبهه، بحاول خليه إذا كان درجة الخطر مقبولة بخليه يتعرض له لحتى هو يكون عنده آلية دفاع ذاتية ويصير عنده هذا الكف ما يعود يرجع للشيء اللي بيعمل له خطر. طيب خلينا نحكي، يعني حكينا عن الطفل بسنواته الأولى، حكينا عن الفروق الفردية، حكينا حتى على نسبة الذكاء فعليا قديش بتأثر، ويمكن دائما الأم بتكون محتارة كيف هي اليوم تتعامل مع طفلها فعليا ضمن نحن ظروف اقتصادية ومادية صعبة ونفسية أساسا، يعني أحيانا بتلاقي في ضغوطات كتير كبيرة على عاتق الأم والأب اليوم بتأثر بتربية أطفالهم. فخلينا نحكي إذا بنحكي عن طفل فوق الست سنوات طريقة التعامل معه كيف بتكون، من خلال كمان استثمار الذكاء ومهاراته، يعني حتى مثلا أدوات المنزل، يعني بعد غير المطبخ شو فيني أنا مثلا فعليا بهي السنوات؟ نحن بنعرف مثلا بالبيت الرسم التلوين، بتلاقي هي الخيارات المفتوحة أكثر شيء. أحيانا بتشوفي بعض القصص على اليوتيوب الأم تستعان فيها بعمل بعض المهارات من يمكن إعادة تدوير بعض الكراتين، بعض القصص الموجودة. ففي كيف فينا نساعد الأم اليوم تستثمر هي التفاصيل لحتى تطلع من حالة الملل والروتين للطفل، بنفس الوقت ما يكون في تأثير نفسي سلبي على الطفل اليوم؟ هلأ من عمر الست سنين لبعد دائما بيكون في شكوى، دائما مثل ما بنقول إنه الطفل بنق، بصير دائما دائما بده متطلب باشياء معينه. كثير مهم التنظيم بهي المرحله، يكون عندي كيف انا وقت الشتاء كنت ابعته على مدرسته او كنت ابعته على الروضه، يكون في عنده اوقات مثلا الصبح بيروح على المدرسه، وقت الغداء ثابت، وقت يكون في هذا الروتين موجود حتى بالصيف ولو كنا بالبيت، انه انا مثلا ما فيك كل يوم مثلا انا اخذك مثلا نتمشى، ممكن انا بهي الايام المحدده في عنا مثلا نزلك على الحديقه، بهي الايام عندك انت كل يوم نص ساعه تلوين، انت حط له انشطه ثابته، تعال اليوم نتعلم كيف نعمل المعجون بالبيت من مواد البيت. فهي الاشياء كمان حسب تفرغ الام، ما يكون هذا يسبب لها ضغط لها، دائما يكون في روتين ثابت ببرنامج ثابت بالبيت بحصص ثابته. حتى كمان يمكن لجانب هي الانشطه اللي عم تذكريها الموجوده بالبيت، بتلاقي انه بعض الاهالي لحتى تنمي الذكاء عند الطفل بتلجا للالعاب الغير التقليديه، الالعاب المفيده مثل البازل، مثل الشطرنج، مثل الكلمات المتقاطعه. فعلا قد ايه هي الالعاب قادره اليوم انه تنمي الذكاء عند الطفل، قادره انه تخليه بالمستقبل قادر انه يتخذ قراراته ويحل مشكلاته. حتى البناء والهدم عن طريق المكعبات، عن طريق الليجو، كمان هي كتير فعالة وكتير جيدة للطفل، فعلا هي بتنمي الذكاء وبتعطيه حتى يقدر يتخيل مثل ما بنقول نحن البعد الثالث بالرسومات الذهنية، فهذا للمستقبل أكيد هذا بيكون جيد وقادر تماما الطفل يقدر هو يصير الطفل ولا حاله أنا هلأ بدي أقعد لون، أنا هلأ بدي أقعد أرسم. هون نقدر نكتشف مواهبه، نقدر نكتشف بالمراحل الثانية كيف بدنا نواجهه. أوكي. فكمان يمكن من الأمور يلي بتساهم بتنمية الذكاء عند الطفل أنه ننتبه للنظام الغذائي عندهم، قديش اليوم النظام الغذائي بيلعب دور بهذا الموضوع؟ هلأ في بالمراحل الأولى أكيد لما بيكون أنا في عندي غذاء منتظم، لما بيكون أنا عم بركز على نوع فيتامين معين عن طريق الغذاء، أكيد هذا بيكون داعم، ولكن ما بيكون هو الجزء الأساسي. نحن دائما الذكاءات لما بدنا ننميها بيكون في شيء أساسي بجينات اللي مثل ما بتقولي إنه مثلا ممكن من الأم ياخدها أو ممكن من الأب أو من الطرفين، ولكن في جزء داعم يا بينمي هذا الذكاء يا بيخليه محل ويخف، اللي هو دائما البيئة المحيطة، قديش أنا عطيته مساحة للاكتشاف، قديش عطيته مساحة ليطور إمكانياته. كتير مهم لما بشتغل على نفسية الطفل بيكون نفسيته مستقلة بشخصية قادرة إنه يكون يجرب يحل بأموره بتصرفاته، قدران ياخد قرار معين ضمن الإمكانيات المتاحة له. أنا أكيد هون بشتغل على تطوير جزء من الذكاء
اللي هو بيعتمد على النفسية وعلى الثقة بالنفس. أكيد يمكن حاولنا فعليا هيك خلال وقتنا سريع معك رندا سلط الضوء على نقاط مهمة يمكن اليوم بتوعي الأم على كثير من التفاصيل فيها تستثمر مهارات طفلة التفكيرية وقديش فيها تنمي ذكائه ضمن المنزل ضمن الظروف الاقتصادات العلمية. نحاول قد ما فينا نبسط المعلومة أكيد. للأم لحتى مهما كان يقدر يستوعبها الثقافة أو التعليمية تكون قدرانة تفيد ابنها. شكرا لك يا رندا، نورتي صباحنا.